مساء الخير عليكم، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. اطلعت كما اطلع العديد من مغاربة العالم على ذلك البلاغ المؤرخ يوم 5 ماي من هذا الشهر ديال التنسيقية ديال الأحزاب المغربية بالخارج. تأسفت أن التنسيقية عندها خطاب متناقض مع الخطاب ديال الأحزاب السياسية اللي تتمثلها التنسيقية، لأن اللي متواجد في التنسيقية فيها الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، كذلك الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. التنسيقية تطالب بالتحكيم الملكي، لكن التحكيم الملكي ما تيكونش لما أن القانون تتم المصادقة عليه لا في مجلس النواب ولا المستشارين. وهذا النهار هذايا الحكومة حددت التواريخ ديال الانتخابات، لا الجماعية ولا المهنية ولا التشريعية، وحتى الانتخابات ديال مجلس المستشارين. إذا ما يمكنش أن الملك غيتدخل بعد ما أن البرلمان قال الكلمة ديالو. نصيحتي لهاد الأعضاء ديال هاد التنسيقية ديال الأحزاب السياسية المغربية أنكم تقدموا استقالتكم، الله يرضي عليكم، لأن الأحزاب ديالكم ما ادتهاش فيكم. لما كنت تتفاوض مع وزير الداخلية الفتيت حول القوانين الانتخابية وخاصة القانون الانتخابي 0421، ما تبقاوش أنكم تكرروا نفس الأسطوانة. واللي غريب في البيان ديالكم انكم ما نتوماش تتعيشوا مع الانشغالات ديال مغاربه العالم، كان مغاربه العالم همهم الواحد هو المشاركه البرلمانيه. في البلاغ ديالكم ما هضرتوش على الحصار اللي مفروض على مغاربه العالم من طرف المغرب، انهم ممنوع يدخلوا للبلاد، ما تكلمتوش على هذا الشيء. ما تكلمتوش في البلاغ ديالكم على المعاهدة ديال التبادل الآلي للمعلومات الضريبية والمالية، ما تكلمتوش، رغم أن هذه مدة وداخل المنظومة ديال مغاربة العالم الأصوات مرتفعة حول الصمت ديال الحكومة والأحزاب السياسية. وبما أنكم أنتم تنتمون لأحزاب اللي هي عندها الأغلبية واللي هي مشكلة الحكومة، كنتم أنكم طرحوا على هذه الأحزاب هذه، على الحكومة اللي انتم ممثلين فيها، لماذا الصمت ديال الحكومة المغربية وما بغاش أنها تدير بلاغ باش تطمئن مغاربة العالم. فالوزيرة دازت للبرلمان، ولكن الجواب ديالها كان جواب متذبذب وغير متمكنة من الكلمات اللي كانت تجاوب بها، لا في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس البرلمان ولا حتى في المجلس ديال المستشارين. وهنا تيبان بأن الحكومة ما هيش حكومة للكفاءات مع الأسف، لأن الكفاءة تتجاوب وتتعرف ما هي الانشغالات ديال القطاع ديالها. اذا نصيحتي لكم ما تبقاوش تكلموا باسم الاحزاب التي تنكرت لكم ولم تستمع لصيحاتكم وصراخكم. فاظن احسن
وسيلة هو أنكم تراجعوا المواقف ديالكم وتقولوا لهذه الأحزاب السياسية اللي انتم تتمثلوها كفى من استحمار مغاربة العالم، وقولوا كذلك لا الرئيس الحكومة ولا الوزراء اللي هما ينتميوا للأحزاب ديالكم، راه مغاربة العالم عاقوا بكم وكفى من استحمارهم.